أعزائنا مستمعي راديو ولبا، أحييكم وأرحب بكم وألتقيكم في الحلقة الثالثة من برنامج الحوكمة المحلية بعيون طولبية وفي حلته الجديدة من استوديو جمعية ولبا للثقافة والأعلام. كالعادة يصطحبني في هذه الحلقة الشاب الطالب بهاء الدين الشبعان الذي نتمنى له النجاح والتفوق في دراسته. بهاء، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعي راديو ولبا. يعطيك الصحة بهاء. بهاء، في الحلقتين الفارتين احنا تناولنا من جهة مفهوم الحوكمة المحلية، ومن جهة أخرى حكينا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودورها في مسار الديمقراطية المحلية، وهي اليوم في الحقيقة أمام محطة هامة جدا في مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا، ألا وهي الانتخابات البلدية والتي ستفرز إن شاء الله مجلس بلدي بصلاحيات أوسع وأنجع لم نعهدها في الماضي. لذلك إن شاء الله اليوم مش نحكي على حق الترشح للانتخابات البلدية، لكن أعزائنا قبل ما نحكيه على هذا الكليكية خلينا نخرج فاصل غنائي ونرجع له. Hey.
رجعنا لكم مرة أخرى، مرحبا بكم. بهاء، السؤال الأول اللي يتبادر للذهن، لو كان توضح لنا أين يتنزل إطار حق الترشح دستوريا وقانونيا وواقعيا؟ بينا سابقا في الحلقات السابقة أنه من أهم مبادئ اللامركزية والحوكمة المحلية هو الانتخاب، بمعنى أن لا حوكمة محلية ولا سلطة محلية ولا لامركزية بدون حق بدون الانتخاب وبدون حق الترشح. يعني أنه من مميزات الرؤية الجديدة للسلطة المحلية هي الاستقلالية، وتحديدا استقلالية القرار، لذلك كلنا نتحكيه على قرار محلي مستقل. كذلك مبدأ التدبير الحر، وهذه الاستقلالية لا تتحقق إلا بالاستقلالية الهيكلية، أي بمعنى استقلالية الهياكل المسيرة للبلدية، وهذه الأخيرة تتحقق بالانتخاب، حيث يستند المجلس البلدي ورئيسه إلى مشروعية الانتخاب المستمدة من المواطنين وليس من مشروعية الولاء ولا الطاعة إلى السلطة أو للحزب كما كان في السابق. نعم، كما يعني بينته التجربة السابقة. واليوم أهم مكسب حققناه هو الديمقراطية، هو الحرية، هو المناخ التنافسي التعددي، وهي ظروف ستنعقد فيها الانتخابات البلدية، مما سيمثل الحافز لكل المواطنين لممارسة حقهم في الترشح الذي ضمنه الدستور في فصله 34، والذي نص على أنه حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة، وتعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في مجالس المنتخبة. ونشوفه باش نشوفه بعد تالي، يعني التجسيم أو التجسيد التشريعي لتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. كذلك باستقراء الفصل 133 من الباب السابع، باب السابع الذي كان عنوانه السلطة المحلية، تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا. إذن يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية كما نص على ذلك نفس الفصل، فصل 133. وباش نشوفهم بعد تالي في تناولنا شروط الترشح، يعني التجسيم التشريعي لتمثيلية الشباب في المجالس البلدية. لهذا فإن لكل مواطن في بلدية طبلبة، بما أننا نحكي على الشأن المحلي في مدينة طبلبة، ممن تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في 6 ماي 2018، ليكون عضوا في المجلس البلدي لمدينة طبلبة أو حتى يعني رئيس بلديته. إذن أنت قلت لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالمترشح، من إذا كان أمكن له، إذا كان هو يرغب في الترشح يترشح. خلينا نحكيه على هالشروط هذه بصفة عامة ونبدأ، هي اللي نعرفوه عدة شروط. خلينا نبدأ بالشرط الأول المتعلق بالترشح بحد ذاته، بالمترشح. نعم، بحد ذاته بالضبط. يعني فما نعرفه أنه الشروط القانونية، فما شروط يعني تخص المترشح، فما شروط تخص القائمة، فما شروط تخص التسمية والرمز. بالنسبة للشروط القانونية المتعلقة بالمترشح، نص عليها القانون عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وأكدها القرار عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وهو قرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وندعو كل المواطنين للاطلاع على فحوى هذا القرار لمزيد من التفاصيل. إذن هذا القرار أورد عدة شروط شكلية وشروط موضوعية متعلقة بالمترشح. أولا، يجب أن يكون المترشح تونسي الجنسية مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح بها، أي يجب أن تتوفر فيه صفة الناخب. يعني اليوم أي واحد باش يترشح لازم تتوفر فيه صفة الناخب، بمعنى أنه لازم يتأكد أنه اسمه موجود في قائمات النهائية للناخبي اللي باش تطلع إن شاء الله نهار 7 فيفري. نهار 7 بالنسبة فيفري للقائمات، قائمات الناخبين، القائمات النهائية
باش تطلع نهار 7 فيفري 2018. 7 فيفري هذا بعد الطعون وبعد كل شيء تطلع معناها صافية بالضبط. نحن توا في مرحلة يعني الطعون المتعلقة بالقائمات بقائمة الناخبين وباش نتعداو بعد يعني باش ما تعلق الهيئة القائمات النهائية بالك النهائية طاو القائمات الأولية للناخبين طلعت. لكن فما طعون وفما اعتراضات بوت فيها الهيئة ومن بعد فما طعون انتخابية من بعد تالي. لكن نهار 7 فيفري تطلع القائمات النهائية يعني كل مترشح يجب أن يكون اسمه معلق بالقائمة النهائية هذا أول شرط أن يكون بالغا من العمر 18 عام على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح به أن يكون غير مشمول بصورة من صور الحرمان القانونية هذا حسب الفصل 4 من القرار. شو معناها صور الحرمان القانونية؟ به هي صور حرمان لها وجهين وجه قانوني نص عليها القانون أو وجه قضائي وباش نشوفه بالنسبة للوجه القانوني للحرمان فما القانون الانتخابي نص على أن العسكريين وقوات الأمن الداخلي لا تحق لهم أي القوات الحاملة السلاح الترشح للانتخابات البلدية فقط الانتخاب يعني انتخاب فقط الانتخاب بالنسبة للترشح ما بالنسبة للترشح يعني هم محرومون من هذا الحق طبعا محرومون ما داموا في الخدمة إذا كان خرج على وحال على التقاعد واللي ما عادش يشملوا طبعا العسكريين وقوات الأمن الداخلي المباشرين يعني تكريس للحياد المؤسسة الأمنية والعسكريين كذلك رئيس الهيئة نحكيوا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسهم أو أحد أعضاء هيئاتها الفرعية أو مديرها التنفيذي طيلة مدة ممارستهم لمهامهم بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات راهو أي واحد خذي بوست في أحدى الهيئات الفرعية ليزي أو خذي بوست مدير تنفيذي لها للهيئة ما عندوش الحق باش يترشح ما دامه يباشر في مهامه في الهيئة وكذلك في باشر مهامه في 5 سنوات السابقة يعني إذا كان فما شكون كان موجود في الهيئة حتى الفرعية بالضبط. في الانتخابات التشريعية الفارطة ولا الانتخابات الرئاسية مش من حقه باش اليوم يترشح للبلدية الانتخابات البلدية بالضبط كذلك. هذا هو بالضبط بالنسبة لأوجه الأوجه القضائية للحرمان نعرفوا أنه فما عقوبات تكميلية يعني الإنسان المواطن ارتكب يعني جريمة حكم القاضي يحكم في الأصل يعني بعقوبة سجنية أو بخطية مالية وينجم يزيد على ذلك عقوبة تكميلية نجم تشمل العقوبة التكميلية مثلا الحرمان بعض الوظائف العام أو الحرمان من حق الاقتراع هذا تابع الحكم حكم القضائي تلقى في نص الحكم القضائي تلقى فيه راهو يحكم بحرمانه من حق الاقتراع هي كعقوبة تكميلية لمدة محددة ولا لحرمانه على طول تنجم تكون لمدة محددة تنجم تكون على طول فهمت يعني أي واحد مشمول بحكم قضائي جزائي مشمول تحديدا بعقوبة تكميلية راهو ما ينجمش يترشح للانتخابات البلدية لا يترشح لا ينتخب توا حسب لا ترشح الترشح لا ترشح كهو من حقه باش ينتخب لا من حقه باش ينتخب ترشح فقط به ونجمه الحكم أيضا فما تنجم يكون متصل به حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من قانون الانتخاب في الانتخابات التشريعية السابقة والرئاسية فما أحكى إذا ثبت أنه المتهم أو المترشح أنه تحصل على تمويل أجنبي وصدر في حقه حكم بالإدانة راهو ما عندوش الحق زادة باش يترشح احنا عندنا شي امثله هنا الحقيقه هاني نبداو نحكي بصفه عامه بصفه عامه ومجرده نجمش نجبد اشخاص لكن هل ما لا ما عندناش اشخاص يعني معناها يندرى فما اشخاص والا احزاب صدرت في حقهم ادانه بانهم اخذوا تمويل اجنبي في تونس بالنسبه للانتخابات على على حد علمي فما على حد علمي فما نتعداو مش مشكله احنا ما حشناش باش نجبدوا احزاب ولا عباد ونقولوا ربي يهدي وعلى كل بيننا بالحق الحاجه الملفته في القانون الانتخابي يعني
يعني أنه احتوى على العديد من النقائص والعديد من الهينات. يعني ما قانون الانتخابي لم ينص على عدم إقصاء على إقصاء ذوي السوابق العدلي خاصة مرتكبي جنايات. قلنا كان في صورة العقوبة التكميلية، يعني إنسان مثلا ارتكب جناية اللي هي جريمة خطيرة محكوم حتى بعشين حتى يعني جريمة قتل وتكون وتحكم له في السابق تحكم له فقط بعقوبة سواء سجنية أو خاتمة لي بدون عقوبة تكميلية عنده الحق يترشح. يعني هذا يعني نقاط استفهام. على كل هون يجي يدور الناخب هو اللي مش يختار، وإذا كان إنسان ارتكب مثل هذه الجنايات يعني كذلك. يعني عدم التنصيص على إقصاء الرشد المحجر عليهم بحكام قضائية، فما رشد أكثر من 18 عام لكن صادرة فيهم أحكام قضائية بالتحجير لضعف العقل ربما المختل عقليا من حقه حسب القانون هذا يترشح. مشنو ما فماش حتى إشارة في هذا القانون لإقصاء الرشد المحجر عليه حتى مثلا لضعف العقل. مش بذا جنون حال جنون ربما واقعيا ما نجموش نلقاه مثلا شخص صحيح مصاب بجنون يترشح، لكن لضعف العقل هذا يثبت طبيا يعني شهادات طبية. زاد هذا يثير العديد من التساؤلات. هذا بالنسبة للشروط القانونية المتعلقة بالمترشح وأيضا ونضيف عليها أنه فما بعض الأشخاص لا يمكنهم الترشح بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم ترشحهم كالقضاة الولاة معتمد أول كاتب عام لولاية معتمدون العمد محتسبو المالية البلدية والجهوي هوني تدخل القباضة ولا ما تدخلش مثلا؟ لا المحتسب المالي البلدي فقط للبلدي. لا خاطئ القباضة لا أعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات ركز هذوما ما عندهمش الحق في الترشح في انتخابات البلدي ما دامهم يباشروا في وظائفهم في أكل البلدية هذيك أو باشروا خلال السنة السابقة. إيه هوني سامحني أعوان البلديات ينجم مثلا احنا اذا كان ناخذ مثال طبلبة ينجم يكون عن عون بلدي من مقنين مثلا، هل يحق له الترشح على بلدية المقنين؟ هو اذا هو كان عون بلدي في بلدية طبلبة لكن هو من مقنين بطبيعة نجم يترشح في مقنين لانه يباشر في وظيفته في بلدية طبلبة خارج بلدية ينجم يكون عون بلدي او موظف بلدي في يعني من مدينة طبلبة يعني مسجل في مدينة طبلبة في قائمة الناخبين نجم يترشح على مدينة طبلبة ما دامه يمارس في وظائفه خارج دائرة الانتخاب خارج بلدية طبلبة. يعني وهي كلها حالات يعني كما قال لي درء حالات تضارب مصالح ممكن. كذلك زادا حسب نجم نستنتج انه فصل بين الهياكل اللامركزية ولا محورية، يعني تنصيص مثلا المعتمد ما المعتمدون ما يجبش يترشح بلدي لانه يعني المعتمد هو امتداد الدولة ينجمش يترشح حتى على الدائرة متاعه معناها إذا كانوا اللي باشر فيها صلاحياته مثلا معتمد طبلبة ما عندوش حق يترشح للانتخابات في مدينة طبلبة. فهمتك لكن ينجم يترشح في انتخابات في البلدية طبعا هذا حسب القانون ما عادش توا شروط تقريبا هذه كل واهم الشروط المتعلقه بالمترشح. طيب اذا كان نتعداو للشرط الثاني اللي هو متعلق بالقائمه في حد ذاتها، بالنسبه للقائمه شنو هي الشروط المتعلقه بها؟ نعم بالنسبه للشروط المتعلقه بالقائمه هي عده شروط. اولا ما لازمش تضم اكثر من شخصين تربط بينهما قرابه اصول او فروع أو إخوة أو أخوات. شو معناه؟ يعني أنه البو وابنه ينجم يترشح الابن والأب في نفس القائمة لكن ما ينجمش يترشح مثلا الأب وأبناء الزوز. فهمت؟ أكثر من زوز لا من نفس العائلة تربطهم أنا قرابة أصول أو فروع أو إخوة أو أخوات. ثلاث أخوات ما بعضهم ما ينجموش زوز أخوات على نفس القائمة ينجموا يترشحوا في قائمة أخرى. ينجم يترشح زوز هوني واحد غادي مش مشكلة لا مانع منها. أكثر من زوز تربط بينهما علاقة قرابة أصول فروع أو إخوة وأخوات. زوز إيه ثلاثة لا معقول. ثلاثة أو أكثر لا معقول. باهي أن لا تنتمي إلى حزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشحة
في نفس الدائرة، يعني هالقائمة هذه ما تنتميش الحزب أو ائتلاف مشارك. شو معناه؟ يعني بلغة أخرى أنه ليس للحزب أو للائتلاف الواحد حزب أو ائتلاف حزبي واحد تشكيل أكثر من قائمة في نفس الدائرة الانتخابية. يعني ما نجمش أنا كحزب نطلع زوز قائمات، عندك الحق في قائمة برك تطلع زوز قائمة الحزب. باسم الحزب، مش باسم مستقلين ولا أشخاص، لا بطبيعة حتى لو كان ينتميوا للحزب، حتى لو كان ينتميوا للحزب، يعني حزب أو ائتلاف حزبي يخرج قائمة بركة في دائرة انتخابية، القائمة الثانية تكون مرفوض في شك به أن لا تضم مترشحا ترشح ضمن أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة. وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة لا يقبل ترشح المخالف في كافة القائمات التي ترشح بها. راه ترشح في قائمة برك، في قائمة راه لم يمشي يترشح دائرة واحدة. في دائرة واحدة يترشح في أكثر من دائرة أو في دائرة واحدة لكن في أكثر من قائمة، أكثر من قائمة على الحزب هذا وقائمة على الحزب هذا وقائمة في القائمة المستقلة هذه والقائمة المستقلة هذه، راه يرفض في جميع القائمات. القائمات يقول لكش مثلا أنت قدمت ترشحك في القائمة هذه أولا إذا نخليك في الأولى وفي الثانية، لا لا، راه يتم شطب اسمك من جميع القائمات، عندك الحق تترشح في قائمة واحدة وفي دائرة واحدة وفي دائرة واحدة. أكيد أن يكون عدد المترشحين في القائمة الأصلية مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية. يعني راهو عدد المترشحين في القائمة الواحدة لازم يكون العدد يعني المقاعد المخصصة للدائرة ذيك. لنا نرجع للقانون، قال إنه حسب الفصل 117 مكرر من القانون الانتخابي يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد السكان، على عدد السكان وفقا لآخر إحصائيات، فما إحصائيات رسمية وفقا لآخر إحصائيات رسمية. ونص على أنه إذا كان عدد السكان من بين 25,000 إلى 50,000 فإن عدد المقاعد هو 24. وحسب كيف معنا في مدينة طبلبة، بالنسبة لطبلبة آخر إحصائيات الرسمية أشارت أنه عدد السكان، هذه آخر إحصائية رسمية، وعدد السكان هو 37,485، هذه آخر إحصائية نجم يكون زادة، أكيد زاد. لذلك يعني باش يكون عدد المقاعد البلدية المخصصة لطبلبة 24 مقعد. وهذا ما أكده الأمر يعني الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 متعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية. بالنسبة لنا يعني كل قائمة لازم فيها 24 مترشح. كل قائمة أصلية أقل وأكثر لا تقبل القائمة، بطبيعة 24 مترشح في القائمة الأصلية، وفما قائمة تكميلية. لنا يعني القانون قالك انه تكون هنالك قائمه تكميليه لا يقل عدد المترشحين فيها عن 3. يعني انت بخلاف القائمه الاصليه بتاعك 24 مترشح، لازمك قائمه تكميليه يكون فيها 3 مترشحين على الاقل، على الاقل نجم يكون فيها 24 لكن مش اكثر من 24، مش اكثر من 24 لكن بطبيعه مش اكثر من 24 بالنسبه لنا. في لنا لانه تنجم فما الباب مفتوح بعتالي للمترشحين انهم ينسحبوا، فما امكانيه انه القائمه الاصليه فما مترشحين ينسحبوا ولا تصير حاجات اخرى اللي تخليهم معناها بالضبط، ولا يعني حالات وفاه الى اخره، عجز مثلا. هيك علاش لازمنا قائمه تكميلية به أن تقدم، بالنسبة نرجع للقائمة الأصلية، أن تقدم على أساس التناصف والتناوب بين النساء والرجال. هذا بكري كيف المقدمة متاعنا قلنا أنه الدستور نص على تمثيلية المرأة. وقلنا باش نشوف التشريم التشريعي، هذا طوى التشريم التشريعي لتمثيلية المرأة، مبدأ التناصف الأفقي والعمودي. نحن يعنينا بما أن في طبولبة راهو يعنينا الأفقي، لأن ذيك العمودي عفوا الأفقي يعني تعني الأحزاب، أنه مثلا حزب معين يقدم مثلا في المكنين رئيس القائمة مرأة وفي طبولبة رجل مثلا، هذيك تهم. لكن بما أن في طبولبة راهو كل قائمة لازم فما التناوب أو التناصف، راجل مرأة راجل مرأة، فهمت؟ في الاخر يعني باش نلقاو 12 مرأة و12 راجل بالضبط. هذا هو، هذا بالنسبه للافقي يظهر لي، هذا بالنسبه للعمود يعني. بالنسبه للافق كنا بانه باش نهتم بحاجات يعني هذيك تهم الاحزاب، لان الاحزاب باش ترشح في كل الدوائر البلديه لازم تحترم التناصف الافقي الافقي الافقي، فهمت؟
بأن نحن في طبولبة خلينا في طبولبة يهمنا بالأساس هو العمود. يعني مش شكل قائمة في طبولبة يعنيني العمودي أكثر. في شك 12 12 12 بالتناوب رئيس القائمة راجل. بعده مرأة. الثاني في القائمة مرأة. اللي بعدها راجل. بالضبط. هذاك هو. به أن تضم القائمة المترشحة مترشح لا يزيد سنه عن 35 سنة من بين الثلاثة المترشحين الأوائل ومن بين الستة المترشحين تباعا في بقية القائمة. حكينا بكري في المقدمة زاد على تمثيلية الشباب وقلنا باش نشوفوا التجسيم التشريعي. هذا التجسيم التشريعي لتمثيلية الشباب. لو كان نوضحها هذه يعني في الثلاثة اللولين لازم يكون مترشح سنه أقل من 35 عام، أي مترشح شاب. أي مترشح شاب. أذمة في الثلاثة الأولاني. مش تكون مترشحة ولا مترشح. مترشحة بالطبع احترام لمبدأ التناوب هذيك تفهمنا فيه. أكيد. طاوة مترشحة أو مترشح يعني مترشح شاب أو مترشحة شابة عمرها أقل من 35 عام من بين الثلاثة الأولانيين في القائمة. من بعدها كل ستة بعدك الثلاثة هذوك. ستة اللي بعدهم. ستة اللي بعدهم شلقاو فيهم مترشح أو مترشحة شابة عمرها أقل أو عمره أقل من 35 سنة. لكن هذا ما يمنعش أنه يكونوا زوز مترشحين عمارهم أقل من 35 سنة من بين الستة اللي ما يمنعش. هذا ما يمنعش. نجم يكون حتى القائمة الكل شابة. هذا أقل معناه أقل حاجة أنه يكون بالضبط. مترشح. بالضبط. نجم يكون حتى القائمة 24 عضو أعمارهم أقل من 35 عام. يعني بعملية حسابية بسيطة لو كان نحبوا نحسبوا المترشحين بتاع طبولبة الثلاثة الأولانيين فيهم سن فيهم شاب ولا شابة سنه لا يتجاوز 35 سنة. في الستة اللي بعدهم كيف شاب ولا شابة أخرى شاب. في الستة اللي بعد بعدها. احنا يظهر لي عنا أربع أقل حاجة في كل قائمة يكون أعمارهم أقل من 35 سنة حسب احنا عنا 24 صحيح. العملية بضبط. بسيطة أقل يعني أقل قائمة أقل أصلية في مدينة طبولبة لازمها تتضمن أربع مترشحين شبان أو شابات أقل من 35 سنة. أقل من 35 سنة بالضبط. به كذلك نص القانون على أن تضم القائمة الأصلية من بين العشرة الأوائل فيها مترشحا يعني معوق فهمت في إطار يعني إدماج المعوقين في الحياة الاجتماعية والشأن العام والحياة السياسية. لكن الإعاقة طو أنت بكري حكيت على ممكن خلل في القانون بتاع الانتخاب. الإعاقة ما نتصورش لو كان مش كون إعاقة فكرية ولا بالضبط إعاقة ممكن عضلية الإعاقة طبعا ماش باش تكون إعاقة ذهنية ولو أنه لو أولو قلنا لحنا بكري كي كنا ننقده في القانون أصلا أنه ما نصش على أنه محجر عليهم مثلا لضعف العقل ممنوعين من الترشح للانتخابات. ضعف العقل شعنا فيه لكن بربي نحب هوني نفتح قوس برشا من الأخيان اللي نعرفهم يعني عنده ممكن إعاقات عضلية معناها متاع إيد ولا رجل لكن بصراحة تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم ونجموا يكونوا خير من برشا ناس سليمي الجسم لكن عقلهم اللغم نعم بالطبيعة موجود ومن حقهم باش يمارسوا اليوم حياتهم السياسية ومرحبا بيهم في كل وقت. لكن لنا زاد يعني فما نقطة استفهام مهمة تثار حول القانون. علاش يقول لك إنها لازمها تضم من بين العشر الأوائل مترشحا معوق وفي صورة أخذ الجزاء طبعا جزاء عدم يعني تنجم تقول حرمان المعوق هذا من ترشح في صورة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من المنحة العمومية. شو معناه يعني القائمة ليست باطلة يعني حتى من رشحش معوق القائمة ليست باطلة لا تسقط هي فقط تحرم من امتياز أو من المنحة العمومية المالية المنحة العمومية يعني القائمة ليست باطلة. وهنا يعني بصراحة شنو الجدوى متاع التنصيص على ترشح المعوقين وضرورة وجوبية ترشح المعوقين وانت بعد ما ترتب ليش جزاء البطلان
هذه مشكلة كبيرة. مشكلة يعني طو هذي إذا كان حبيت نفهم منك هذي تقريب الشروط اللي خاصين بالقائمة الكلية كيبها. عندك شي مضيف بالنسبة لشروط القائمة؟ لا هذي بالنسبة للشروط متعلقة بالقائمة هذي أهم، هذي كل الشروط. كل الشروط متعلقة بالقائمة. طو عزائنا حكينا على الشروط المتعلقة بالمترشح، حكينا على الشروط المتعلقة بالقائمة، وقبل ما نتعدوا نحكيه على الشروط المتعلقة بالتسمية والرمز، خلينا نخرجوا فاصل غنائي ونرجعوا لكم. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. إذن رجعنا لكم أعزائنا من جديد. باش نذكركم كنا نحكيه على الترشح بصفة عامة، حكينا على حق الترشح بالنسبة للمترشح وللقائمة، ما زلنا حق الترشح بالنسبة للتسمية والرمز. سيبها لو كانت تحكينا شوية على حق الترشح بالنسبة للتسمية والرمز. نعم، بالنسبة للشروط المتعلقة بالتسمية والرمز، أولا أورد القانون شرط عدم جواز أن يكون رمز القائمة علم الجمهورية التونسية أو شعارها. يعني رمز القائمة ما يجبش يكون علم تونس أو شعار جمهورية نعرفه الكل. يجب أن لا تكون التسمية أو الرمز مخالفة للنظام العام، بمعنى أن التسمية أو الرمز يعني يشجع على الكراهية، على العنف، على التمييز، على التعصب.
إلى آخره، فهمت؟ ولو إنه كانت عبارة النظام العام لنا فضفاضة، منجموش نحددوا أنه الشعار أو الرمز اللي يعني يشجع الكراهية والتعصب. ممكن هون يرجع اجتهاد للهيئة. اجتهاد للهيئة بالضبط. فما سلطة تقديرية ممنوحة للهيئة في هذا الخصوص. ربي سامحني هنا هكا طوى، إذا كان جبدنا على علم تونس ما يزموش يكون موجود، يعني جمش يكون موجود علم آخر متى دولة أخرى مثلا، ولا ما فماش مش منصوص هناك. والله بون سؤال، يقعد للاجتهاد في باب الاجتهاد في باب الاجتهاد للهيئة بطبيعة، لأن خطر علم تونس نجم تستعمل الكثير من القائمات علم تونس، يكون فما تشابه فهمت في رموز القائمات، نجم ممكن فما جلب أكثر عدد من المصوتين للقائمة هذيك كي تستعمل علم تونس. نعم. ولا بالضبط. شعار نواصل. الشرط الثالث هو أن لا تتعدى كلمات التسمية 5 كلمات دون احتساب كلمة قائمة وحروف الجر والعطف. يعني النجم يكون تسمية القائمة متكون من 5 كلمات دون احتساب كلمة قائمة، مثلا كقائمة نارش الكرامة ودرشنوة للتنمية وكذا، فهمت؟ الواو مثلا العطف ما تحتسبش، القائمة كلمة قائمة ما تحتسبش، فهمت؟ 5 كلمات بدون احتساب حروف الجر والعطف وكلمة قائمة. 5 كلمات باش نوضحوا للعباد، 5 كلمات راهي قائمة هي كلمة. كلمة ذيك قائمة ذيك كلمة راهي مش محتسبة. مش محتسبة. مش محتسبة. 5 كلمات بدون احتساب كلمة قائمة. رابعا، لا يجب أن تتطابق التسمية أو الرمز مع تسمية ورمز قائمة أخرى في نفس الدائرة الانتخابية، وتحتفظ القائمة الأسبق بالاسم والرمز الذي اختارته. ما تجمش التسمية وما ينجمش الرمز يكونوا نفس الرمز ونفس التسمية بالنسبة لزوز قائمات أو أكثر، واليقدم في نفس الدائرة بتبيع. في نفس الدائرة الانتخابية وما تنجمش، وليقدم الملف الترشح متاعه اقبل واعطيه التسمية والرمز هذاك، هو اللي يتقبل، الثاني ما يتقبلش. الثاني او الثالث، يعني نحن عندنا قاعدة في القانون يقول لك الاسبق في الحق اسبق في الاسبق في الزمن اسبق في الحق. أكيد. يعني السبق وقدم ملف ترشح وضمن المسائل المتعلقة بالتسمية والرمز هو الذي يقع اعتماده دون القائمات الاخرى. بالنسبة إلى حزب واحد أو ائتلاف مشارك في عدة دوائر، يقع استعمال نفس التسمية ونفس الرمز. يعني مثلا حزب معين باش يترشح في أكثر بطبيعة أكثر من دائرة انتخابية أو ائتلاف حزبي، لازمه يستعمل نفس الرمز ونفس التسمية، مش في طبلبة يعني تسمية ورمز معين وفي مكلين أخرى وفي قارتك كذا. بالضبط. يجب أن لا يؤدي استعمال التسميات أو الرموز إلى إرباك الناخب، مثل تشابه تسمية أو رمز أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية نفسها. راهو لازم يكون راهو تسمية والرمز واضح، ما يربكش أي تشابه أو محاولة يعني نوع من التقليد أو الشعار قائمة أخرى بهدف إرباك الناخبين. راهو الهيئة ترفض. حاول أنك تخلق تمايز في التسمية والرمز للقائمة المترشحة عن القائمات الأخرى. عن القائمات الأخرى. الأخرى. بالضبط. باش الناخب ما يدخلش بعضه. بالنسبة هذه هي يعني أهم الشروط متعلقة بالتسمية والرمز. هذه هي الشروط الواجب يعني احترامها. يعني فما بالطبيعة شروط فنية نجموا تطلعوا عليها في موقع الهيئة، فما شروط فنية هذيك منجموش نذكرها طوى لأنه فما رسوم جسدها. تكون أوضح تطلعوا تدخلوا الموقع الهيئة، وندعو كل المواطنين وكل من يرغب في الترشح وما يستحقوا في الترشح أنه يطلع على موقع الهيئة لأكثر تفاصيل، حتى يعني الوثائق المطلوبة، الوثائق المكونة لملف الترشح اللي هي عديدة جدا. يعني كان باش نقعد ونحكيوا فيها ما تتطلب وقت، تتطلب ربما حلقة أخرى يعني، فهمت؟ وهي واضحة ما تثيرش مشكلة يعني كبيرة، فقط يدخل الموقع يطلع عليها، وإذا توفرت فيه الشروط اللي ذكرها هذه، سواء المتعلقة بالمترشح أو المتعلقة بالقائمة أو المتعلقة بالتسمية والرمز، وعنده رغبة في الترشح يقدم الملف، يطلع على الهيئة الموقع الهيئة ويتمم ملف الترشح متاعه، وما عليه إلا يتقدم. يعطيك الصحة بها. احنا طوى حكينا على حق الترشح، حكينا على الترشح بصفة عامة، معناها بالنسبة للمترشح للقائمة للتسمية والرمز.
لو كان توا قبل ما نختمه ذكرنا فين وصلت عملية تسجيل الناخبين وتاريخ إيداع ملفات الترشحات والمحطات القادمة إن شاء الله. القادمة. نعم. نعم هي في الحقيقة يعني العملية الانتخابية هي عملية معقدة، يعني تبدأ بالتسجيل في قائمة الناخبين، بعد مرحلة الترشحات، وبعد مرحلة الحملة الانتخابية، وبعد مرحلة التصويت، وبعد مرحلة النتائج. ونحن إن شاء الله في برنامجنا هذا يعني بالطبع باش نواكبوا جميع هذه المراحل ونخصص لها مجال للحديث والتوعية. بالنسبة لمرحلة التسجيل في القائمات الانتخابية هي تقريبا شارفت على النهاية، يعني تقريبا الهيئة كما ذكرنا بكري علقت القائمات الأولية، تلقات الاعتراضات، طوال عنده طعون قدمها عند المحكمة الإدارية، والقائمات النهائية بتبيع المحكمة الإدارية تنظر فيها في وقت محدد، يعني في محدد قانون وقت قصير برشة، ثلاثة أيام وإن شاء الله نهار 7 فيفري بتبيع 7 فيفري باش تتعلق القائمة النهائية للناخبين. ومن بعد تالي باش تنطلق الترشحات، الهيئة أعلنت يعني في موقعها الرسمي عن فتح باب الترشحات من يوم 15 فيفري، من يوم 15 فيفري وغلقه بتاريخ 22 فيفري، يعني فما جمعة باش تقدموا ملفات الترشح متاعكم. يعني الرغف في الترشح راه يعرف من 15 فيفري ل 22 فيفري، 22 فيفري أسبوع فقط، أسبوع فقط عندك الحق باش تقدم ملف الترشح متاعك. وبالطبع اذا فبا تنجم يكون راهو الملف يحتوي اخلالات راهو والهيئه تصحح، اكيد الهيئه تطالبك بالتصحيح، فما وثيقه ناقصه. المهم الملف الترشح، الوثائق الرئيسيه المكونه، القائمه، التسميه، الرمز، فهمتني، الوثائق المهمه. لكن اذا فما مشكله بعد في الوثيقة ناقصة أو في تسمية أو في كذا، الهيئة طالبك بالتصحيح، يعني فماش مشكل. المهم الملف الرسمي للترشح يتقدم من 15 فيفري ل 22 فيفري إن شاء الله، ونتمنى يعني مشاركة فعالة ومشاركة واسعة من قبل كل الفاعلين وكل يعني الشخصيات التي ترى الكفاءات اللي عنا في مدينة طبولبة. طبعا نحن بلاد تسخر بالكفاءات، كل من يرى في نفسه القدرة الكفاءة لتقلد هذا المنصب ويتلمس حقيقة مشاكل الناس ويعرف المشاكل مثل البلاد هذه ويبدأ عنده برنامج، نحن نشجعه، وخاصة الشباب. الشباب الشباب خاصة الشباب هي خذيتها مني الحقيقة الكلمة، على خطر ماذا بين الشباب يكونوا موجودين بكثافة في المجلس البلدي القادم عنا في طبولبة، وإن شاء الله كل إنسان يلقى في نفسه القدرة والكفاءة باش يخدم البلاد هذية. احنا نفرحوا ياسر كيف يكونوا عنا بالأخص شبابنا يخدم بلاده، وعنا برشا شباب والحمد لله في طبولبة اللي مستعدين باش يخدموا بلادهم، وربي يوفقهم ويوفقنا جميعا إن شاء الله. احنا أعزائنا هكا نكونوا حكينا تقريب على حق الترشح للانتخابات البلدية، فكرة تنجم تنفع وإن شاء الله تنفع. ما بقالنا كان باش نقول لكم إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، انتظرونا في حلقة قادمة، وشكرا على اهتمامكم بهذا البرنامج. ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي، قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني، يا أبي خبرني، يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم
في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة والسياسة انت ظل لو زال شعبك تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك وحتى لو زال الوطن ما يهم اوراق لعبك المهم تظل وتظل الكراسي والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي وما يهمه في المظالم والمآسي والسياسة وهام في فكر السياسي يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة يا اهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة قالت ان الظلم غادر ان صوت الشعب هادر وان رب الكون قادر يمحق اصحاب الكراسي والكراسي وكل السياسي ان كان خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاقم والمحبة والعمل وما يهمك في الكراسي يظل شعبك والوطن ويظل تاريخك زمن وتزول وتزول الكراسي